سلام ومحبة لكل الناس بتابعونا في بودكاست ملهمات. هو عبارة عن بودكاست فيه اقتباسات من كتب، مجلات، فيديوهات، سوشيال ميديا، كل حاجة ممكن تكون متعلقة بالأطفال. اقتباس اليوم هو جميل جدا، بل هو في غاية الجمال. بيقول: يولد الطفل وهو يحتاج إلى أن يحب. بمعنى آخر، يولد الطفل وهو يحتاج دوما إلى المحبة، أو هو يحتاج دوما يكون محتاج أنه يكون محبوب. والعبارة دي قدر ما هي فيها نوع من مشاعر الإيجابية والمشاعر اللي فيها ممكن يكون محبة، على قدر ما ممكن نحن نطلع منها باختباسات أخرى جميلة جدا، واللي هي أنه منذ أن يولد الطفل، في اللحظة اللي هو بيولد فيها الطفل، بيتوقع مننا أنه نشعر بالمحبة والعطف ويشعر بالأمان، وأنه يكون هو شخص سعيد وكده. لكن ماذا يعني الحب بالنسبة للأطفال؟ ممكن نلخص فانه مثلا الاحتياجات الأساسية: الطعام، الشراب، اللبس وكده. ولكن في جوهر آخر وجانب آخر، واللي هو حب الطفل يعني خلق بيئة آمنة، ويعني أنه هو يكون شخص مفعم بالمحبة. تعني المحبة أنه يكون هو في أمان، ما عنده خوف في الحاجات ممكن يخاف منها. تعني التشجيع والكلمات الإيجابية. وربما الأهم من كده أنه نحن نقبل الطفل على الحاجة اللي هو تولد فيها، سواء كان هو تولد بنقص ما أو تولد مثلا بعيوب خلقية، فده كله ممكن يتضمن المحبة. طبعا العبارة واللي هي أنه كل طفل يولد يحتاج إلى أن يحب، ويحب بصدق، وليس يحب مثلا ب حب مزيف مثلا، ولكن يحب بصدق بكل تفاصيل هو يتولد بها. وختاما شكرا لكم على الاستماع، وألقاكم إن شاء الله المرة القادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.